أحسن الله إليكم وأثابكم الله. معالي الشيخ صالح بارك الله فيكم، والمسلمون هم في هذا الشهر الفضيل المبارك ما هي إلا أيام ويستقبلون العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تتحدثون عن فضل هذه العشر وكيف يستفيد منها المسلم؟ نعم، العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، وكان يعتكف العشر الأواخر حتى فارق الدنيا، بمعنى أنه يجلس في المسجد في مكان يحاط بحصير ويخلو بالله سبحانه وتعالى ويذكره ويتلو كتابه، فهو شهر الاعتكاف، وهو البقاء في مسجد من المساجد التي تصلى فيها الجماعة لذكر الله وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة. نعم.